في حلم تاني برضو ما اكتملش أو جه ناقص. يعني حتى لما حلم الزواج وحب العمر أخد مكان الغنى والشهرة والنجومية، برضو جه الزواج بدون فستان فرح وحفلة وزفاف، وده حلم أي بنت. ما حسيتيش إنك بتضحي بدل فستان الفرح الأبيض وبدل الزفة بيان صحفي؟ لا بس بصراحة أنا وهو اتفقنا على كده. يعني ما أقدرش أن أنا أقول أنه دي غلطة تامر. يعني مش غلطته فولي ولا غلطتي أنا فولي. أنا متجوزة ساعتها، عارفة أنا متجوزة حد مشهور جدا. فهل أنا هبقى جاية بدي كل حاجة أنا عايزاها مساحة وما بديش رأي الناس مساحة؟ ما ينفعش. وبرضه أنا كنت إيه بقى، ده جديد عليا، خلي بالك. يعني الموضوع نفسه بتاع يعني الشهرة بتاع تامر بالنسبة لي كانت مستفزة ومخيفة. فاهمة؟ أيوة. وكان يعني سنك صغير جدا كمان. وكنت صغيرة جدا، فكان بالنسبة لي اللي هو يعني أنا فعلا كنت بتهز نفسيا بخاف. يعني إحنا لما عملنا، خلي بالك إحنا عملنا فرح وعملنا كل حاجة برايفت، بس الحاجة اللي إحنا كنا عاملينها إحنا حد نزل لنا الانفيتيشن في الصحافة. فطبعا أنا كنت عارفة ساعتها إنه في هجوم أوريدي حاصل عليا، وكانوا بيقولي قدام البيت طلقها طلقها. فكان في حاجات أنا خايفة منها، فأنا من الناس، يعني أنا أمي كانت خايفة، هو كان خايف، أنا من الناس اللي إيه بقى اللي على السبوت لايت كله، فإزاي أنا مش هخاف؟ إيه موضوع طلقها طلقها ده؟ لا هو أنا بقولك هو تامر يعني فعلا أنا بالنسبة لي شهرته كانت مخيفة بالنسبة لي في الأول. خلي بالك أنا برضو من الفانز بتوعه قبل ما أتجوزه، بس أنا عمري ما كنت يعني بشوف الحاجات دي كلها زي ناس على الانترنت. انا مش فاهمه ان انا هعيشها في يوم من الايام من حياتي. فبالنسبه لي ساعتها كنت حاسه ان ممكن يحصل فيا حاجه، ممكن حد يعمل فيا حاجه، خفت. فعشان كده كل حاجه في الاول كنت بقول اوكي اوكي اوكي، عشان انا برضو في النهايه انا عايزه اكمل حياتي معاه، هو حب حياتي. بس ما بحسش انه ينفع ان انا اقول ان تضحياتي دي خساره، عشان هو يستاهل. يعني أنا تامر لما اخترته مش بس عشان حبيته كشخص، لا عشان كنت عايزة يبقى أبو عيالي. وأنا جوازي ليه ضحيت بالغنى عشان أتجوز الراجل اللي أنا بحبه؟ عشان كنت حاسة أنه مش أي حد أنا أحبه ممكن يبقى أبو عيالي. طبعاً أكيد. وده تعلمته من أبويا ربنا يرحمه. ربنا يرحمه يا رب.